بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام من كل مكان، ما زالت الانطلاقات متواصلة في هذا المساء وفي هذا التحدي المثير والإبداعات المستمرة مع انطلاقة شوطنا الحادي عشر للأفكار المحليات الأصايل والإبداعات أيضا الجميلة في أمسية للرموز وأمسية للذهب والتحديات المثيرة والإبداعات المتواصلة في هذا اليوم مع انطلاقة أشواط الثنايا وتحديات الثنايا والإبداعات الجميلة والانطلاقات المتميزة ما شاء الله وتبارك الرحمن. هي الأسماء التي تتجول والشعارات الحاضرة في هذا الحدث في الميدان الذكي في دانة الدنيا دبي مع هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المثيرة الشاهينية. راشد بن ناصر بن محمد الهاجري من تتصدر جموع هذه الأبكار في هذه الانطلاقات المثيرة. والمركز الثاني أوصلت مصيحة حميد بن سلطان باللقديدة الفلاسي من يتقدم على ثاني المراكز. والمركز الثالث أوصلت عجايب علي بن سعيد بن سليم الاكتبي من يتقدم على ثالث المراكز. والمركز الرابع الوصول هناك من الوسمية محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من يأتي على رابع المراكز. والمركز الخامس القدوم من الجانب الآخر والوصول في هذه التحركات الجميلة من الأبكار المحليات الأصايل من الإبداعات المثيرة من الانطلاقات الجيدة بل الانطلاقات الممتازة لينتقل مع المركز الخامس في هذا التحدي المثير اللي وصلت في هذه اللحظات. تقدمت فيه اهتمام سالم بن احمد بن دري الفلاحي. والمركز السادس تقدمت فيه الوسمية هناك احمد بن سعيد بن منان الاكتبي. والمركز الثامن تحركت الشرود خالد بن حمد بن راشد النعيمي. والمركز التاسع اللي وصلت من الجانب الاخر زريج نواب بن نوح بن احمد البلوشي. المركز العاشر وصلت في هذه اللحظات مكحولة خليفة بن محمد بن لويع الخيلي من يتقدم على عاشر المراكز في هذه الأسماء في هذه التحديات في هذه الانطلاقات. العشر المراكز الأولى أذعناها على مسامعكم في أشواط المساء في أشواط المساء في تحديات المساء من الميدان الذكي من الميدان الذكي. ومن هنا تحول نحو الانطلاق من هنا تحول نحو الصدارة نحو المعركة الأمامية نحو المعركة الأمامية نحو الإبداع الأمامي. مين اللي على الصدارة؟ مين اللي تقدمت هنا؟ شعار بن منانة يقدم لنا الوسمية. أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي من يتقدم في هذه اللحظات الجميلة في هذه اللقطات المثيرة مع إبداعات الوسمية. تبدأ أيضا بتوسيع الفارق ما بينها وبين بقية المراكز. المركز الثاني اللي وصلت على ثاني المراكز في هذا الانطلاق تقدمت متعبة ناصر بن بخيت بن النوبي العامري من يقدم لنا متعبة. المركز الثالث اللي وصلت فيه ايضا البرجية مروان بن فري بن علي بن حموده الظاهري. والمركز السادس او المركز الخامس اللي تقدمت مصيحة احميد بن سلطان باللقديدة الفلاسي. المركز السادس اللي وصلت من الجانب الاخر اللي تحركت الوسمية ايضا الوسمية محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي.
المكتبي المركز السابع اللي تقدمت فيه الشاهينية راشد بن ناصر بن محمد الهاجري اللي وصل مع الأسماء مع أيضا هذه الكوكبة الرنانة هذه الكوكبة المتقدمة من السبع المراكز الأولى شعار بن دري من يأتي على ثامن المراكز ويقدم لنا أيضا اهتمام سالم بن أحمد بن دري الفلاحي المركز التاسع وصلت هناك مكحولة خليفة بن محمد باللويع الخيلي المركز العاشر تحركت في هذه اللحظات اللي انطلقت في هذا الإبداع الجميل على عاشر المراكز اللي وصلت هناك اللي تقدمت النصيبة سعادة حميد بن سعيد النيادي والله هذه اهتمام اللي قدمت أيضا من الجانب الآخر اللي وصلت في هذا الانطلاق الجميل في هذا التحدي المثير أو هناك الظبي حمد بن سالم بالعود العامري من يقدم لنا الظبي في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير نعود مع الانطلاق مع شعار أيضا الوسمية شعاري بن منانة من يتقدم في هذا الانطلاق في هذا الإبداع الجميل ما شاء الله يا الوسمية هناك اللي يأتي في هذا الإبداع أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي يلا يا أبو سعيد المركز الثاني وصلت أيضا مصيحة أحمد بن سلطان بن الكديدة الفلاسي من يأتي على ثاني المراكز أو هناك يغير المركز الأول مع صيحات النواميس مع أيضا انطلاقة مصيحة الاقتصادي بدأ في التحرك ليرسل أيضا البرجية مروان بن فري بن علي بن حمودة الظاهري يرسل برجياته يحرك إرسالاته مع انطلاقة البرجية هناك الوسمية الأخرى لينطلق الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من يتقدم الظبي بدت في الانطلاق بالعود بدأ في الانطلاق أذعنا على المركز العاشر لكن والله وصل على خامس المراكز ما شاء الله وتبارك الرحمن يا الظبي هناك اللي قادمه اللي تحركت الظبي حمد بن سالم بالعود بن سعيد العامري والمركز السادس اللي وصلت في مكحوله خليفه بن محمد باللويع الخيلي والمركز السابع اهتمام سالم بن احمد بن دري الاكتبي ولكن العودة مع الأمام ما شاء الله وتبارك الرحمن يا هذه الكوكبة من الأبكار المحليات الأصايل شوف اللي غيرت مجريات الأمور أمكيدة وصلت سفر بن مبلش بن سفر البقمي يغير مع انطلاقة تمكيد في هذا الإبداع الجميل يلا يا سفر يا بن مبلش يا بن سفر يا البقمي اللي يغير مع انطلاقة تمكيد في هذا التحدي المثير الوسمية هناك أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي على المركز الثاني الوسمية محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على ثالث المراكز في هذا الانطلاق الجميل في هذا الإبداع المثير مكحولة وصلت الظبي تحركت هناك مع هذا الإبداع بصيحة بصيحات النواميس بدت في التحرك من الصفوف الخلفية يا سلام وديني مع مكيدة يا سلام يا مكيدة سفر بن مبلش بن سفر البقمي من ينطلق في هذا الإبداع الظبي تحركت الظبي انطلقت
الكرات مع هذا التحدي. حمد بن سالم بن سعيد او حمد بن سالم بن العود بن سعيد العامري، يا سلام يا سلام، مكحول اللي انطلقت ايضا من الجانب الاخر خليفة بن محمد بن لويعة على ثالث المراكز. لكن وين مكيدة؟ لكن وين مكيدة؟ والله وكادت عليهم وانطلقت، لكن الظبي 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 هناك حمد بن سالم بالعود بن سعيد العامري، ما بين مكيدة ما بين الظبي ما بين مكيدة ما بين الظبي، ابناء العين ابناء العين ابناء الزين، لكن مكيدة 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 صامدة مكيدة صامدة مسفر او هناك سفر من مبلش بن سفر البقمي، ما شاء الله وتحركت انطلقت انطلقت مكيدة الظبي مكيدة الظبي، ما شاء الله وتبارك الرحمن قربت من المنصة. رفت الاعلام رفت الاعلام يا بالعود رفت الاعلام يا بالعود، العين دار الزين العين دار الزين، الظبي 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 الظبي، حمد بن سالم بالعود بن سعيد العامري بن سعيد العامري، ما شاء الله وتبارك الرحمن للمرة الثانية النقطة الثانية مع ايضا هذا الشعار المركز الثاني اللي وصلت فيه ايضا اثيلة رشيد بن حمد بن سليمان الجبرين، والمركز الثالث مكيدة سفر بن مبلش بن سفر البقمي، المركز الرابع الوسمية احمد بن سعيد بن منان الاكتبي، التوقيت الزمني اللي وصلت فيه الظبي لحمد بن سالم العود العامري 12 دقيقة 27 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن سعيد بن العود العامري، وسلام للعين دار الزين. المركز الثاني وصلت هنا اللي اتتنا في هذا الانطلاق فيها ثيلة رشيد بن حمد بن سليمان الجبرين، التوقيت الزمني 12 دقيقة 28 8 أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس. المركز الثالث اللي أتتنا فيها مكيدة سفر بن مبلش بن سفر البقمي، أدت الأداء أيضا الجيد الممتاز 12 دقيقة 29 6 أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس. بسم الله